مساء الخير من الـ LBCI إليكم عناوين نشرة الليلة. بعد فشل القانون الأرثوذكسي لغوم الفيدرالية لمواجهة الفراغ. حسين الحسين بطل أحرار السمنة وسماسرة يعيقون الهبة السعودية للجيش. وأوروبا توافق على تسليح أكراد العراق وعشائر سنية تنضم إلى مواجهة الدولة الإسلامية. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. حين طرح نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إلي الفرزلي القانون الأرثوذكسي، بدأ للوهلة الأولى أنه يمزح، فالقانون الذي يحول الناخب اللبناني إلى ناخب لنواب طائفته وحسب اعتبر من قبل كثيرين ضربا للنظام اللبناني. لكن فيما بعد وصل القانون إلى أبواب المجلس النيابي وكاد يخرقها. اليوم يخرج علينا الفرزلي نفسه بطرح أشد خطورة، فأمام الفراغ الذي يهدد المجلس النيابي بعدما احتل الكرسي الرئاسي، يطرح الفرزلي صيغة الفيدرالية حلا للأزمة اللبنانية، وبصرف النظر عما إذا كان هذا الطرح سيلاقي من يتبناه بين القوى السياسية كما حصل مع القانون الأرثوذكسي سابقا، فإن المجاهرة به تدق جرس الإنذار لأن الفراغ السياسي اللبناني معطوفا على التحولات في المنطقة بات يهدد بتغيير جوهري في النظام اللبناني. لكن على ما يبدو هناك من يستعجل هذا التغيير من دون انتظار الفرزلي أو القوى التي قد تدعم طرحه. هكذا حذر الوزير السابق زياد بارود من النزوع الفيدرالي الذي بدأ يتكشف لدى عدد من رؤساء البلديات الذين باتوا يمارسون صلاحيات لا تنسجم وأحكام الدستور اللبناني. الإجراءات الإدارية للبلديات تترافق مع سجلات غير مباشرة بين المبشرين بالفتنة من تحت عباءات دينية. فبعد عظة الأب سليم مخلوف كاهن رعية الشياح الذي تحدث عن اللحى وأحذية العسكر قبل أيام، جاءت اليوم خطبة الشيخ عبد القادر عبده من جامع طينال في طرابلس لتبث أبشع أنواع السموم الطائفية. فمن يسخر المنابر الدينية لتدمير لبنان وعيشه المشترك؟